مرحبا بكم في سلسلة محاسبة تكليف 2. في محاضرتنا الرابعة اليوم راح نتحدث عن المعايير وأسباب تعدل المعايير فيما يتعلق بمحاسبة التكاليف المعيارية. طيب راح نتحدث عن المعايير، أنواعها وإعدادها وصفاتها. بداية راح نبلش في أنواع المعايير. بداية نشأت فكرة المعايير أو المعايرة من نشأة الإدارة العلمية مبادئ تايلور، وتقتضي عملية المعايرة طبقا لهذه المبادئ القيام بالبحوث والتجارب العلمية بهدف تحديد المواصفات الفنية للسلعة وتحديد كميات المواد التي تستلزمها وزمن العمل الذي تحتاجه من خلال دراسة الوقت والحركة أثناء تنفيذ العملية الإنتاجية. هذه المجموعة من المواصفات وعمل الإنتاج وظروفه والكميات المحددة من المواد والعمل التي تستلزمها السلعة المعايرة هي ما تسمى بالمعايير. بالإضافة يعتمد إعداد المعايير كثيرا على فلسفة وجهة نظر أشخاص المسؤولين عن إعدادها، إذ توجد مجموعة من العوامل كثيرة لا تخضع للقياس العلمي الدقيق مما يؤدي إلى تباين الآراء بشأنها. وهكذا فمن الاختلاف الفنيين والإداريين والاقتصاديين حول تحديد مستوى الكفاءة الذي يجب أن تعكسه معايير أداء يعد السبب الرئيسي لتعدد أنواع المعايير. إذن نتحدث عن أنواع المعايير وأسباب تعددها. طيب نيجي نحكي بشكل أدق عن المعايير. المعايير كالتالي: هي مجموعة مبادئ يتم وضعها من قبل مختصين أو إداريين أو فنيين، الغاية منها إيش؟ متابعة عمل أو مقارنة عمل سابق مع حالي. طبعا في عندي وجهات مختلفة فيما يتعلق في أنواع المعايير، لكن الاختلاف ما بين الفنيين والإداريين والاقتصاديين أوجد عندي اختلاف. إذن أوجد عندي ليس معيار واحد، عدة معايير، وبالتالي راح يكون في عندي اختلافات في لما أقارن بين الأداء وبين المعايير، بين الأداء الفعلي والأداء إيش المعياري، بناء والمستند إيش على أنواع المعايير الموجودة عندي. وعليه ينطلق فريق بمستوى الأداء النظري والمثالي الذي لا يترك مجالا لأي نوع من أنواع المسموحات لو كان طبيعيا ومقبولا، ويسعى هذا الفريق إلى خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن ولو كان ذلك صعب التحقيق، في حين يعتمد فريق آخر على متوسط الأداء في الفترات الزمنية الماضية، ويستند فريق ثالث إلى ظروف الإنتاج العادية التي تعكس حجم نشاط يمكن تحقيقه بدرجة معقولة ومقبولة من الكفاءة الإنتاجية. إذن في عندي إيش؟ أكثر من فريق تحدث بما يتعلق بالمعايير إيش؟ معايير التكليف. بيجي بيقول لك الفريق الأول إنه بنظر إلى مستوى الأداء إنه إيش؟ نظري أو مثالي، وهو إيش؟ في بعض الحالات صعب تحقيقه. راح يمر معنا في هاي المادة فيما يتعلق في هذا الفريق أو هاي وجهة النظر. كمان عندي فريق آخر يسعى هذا الفريق إلى خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن، وعندي فريق ثالث بيستند إيش إلى ظروف إيش بيستند إلى ظروف الإنتاج العادية التي تعكس حجم نشاط يمكن تحقيقه بدرجة معقولة ومقبولة من الكفاءة الإنتاجية. طبعا أدى هذا الاختلاف إلى ظهور أنواع متعددة من المعايير. عندنا إيش؟ عند ثلاث أنواع من المعايير وهي أكثر شيوعاً. عند المعايير التاريخية، النظرية والواقعية، راح نتعرف عليهن بالكامل. أول نوع من المعايير التاريخية إن اعتماد المنشآت القائمة على بياناتها التكاليفية عن الدورات المالية السابقة يعد أمراً طبيعياً، وذلك بحكم توفر هذه البيانات من جهة وتراكم الخبرات والتجارب لدى العاملين على التنفيذ والمسؤولين عنها من جهة ثانية. لذلك تمثل المعايير كوسيلة للرقابة على أعمال الفترة الحالية والحكم عليها. إذن بالحالة هاي هي بتعتمد إيش المنشآت تعتمد على بيانات عن الدورات المالية السابقة، أي بمعنى إيش بيانات تاريخية بجوز تتعلق في سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، تستند عليها للحكم إيش على الأداء الحالي أو الأداء راح يحدث عندي إيش بالمستقبل. وهاي المعايير التاريخية بيكون لها أحيانا إيجابيات بيكون لها إيش سلبيات. نستكمل. لكن فيما يتعلق بالمعايير التاريخية كان هناك في عندي إيش فترة من الزمن لها مجموعة من العيوب المتعلقة بالمعايير التاريخية وقصورها عن تقديم أداء سليم للرقابة التكاليف وتقييم كفاءة العاملين بالكامل داخل المنشأة. فالتكاليف التاريخية التي حدثت في الفترات أو فترات زمنية سابقة تتضمن غالبا عوامل إسراف أو هدر في استخدام عناصر الإنتاج، أو تعكس آثار ظروف طارئة أدت إلى ارتفاع هذه التكاليف ارتفاعا غير طبيعي أو غير عادي. كيف يعني هو بنحكي النقطة هاي؟ بما يتعلق بالتكاليف التاريخية احنا حكينا بتستند ايش البيانات السابقة،
يتسند إذن لفترات زمنية سابقة، وبالتالي أحيانا بتكون في بعض الحالات أو في بعض مراحل عملية إنتاجية أو في مراحل تطور المنشأة بيكون عندها سبيل المثال بيكون في عند نسبة هدر عالية، أو أحيانا بيكون العاملين ليس لديهم المهارة الكافية للتعامل مع الآلات بشكل احترافي أو بشكل ممتاز بحيث إن أقلل إيش الهدر قدر الإمكان. فبالتالي راح يكون في عندي مشكلة ألا وهي كالتالي، إن أنا ببني بياناتي بناء على قيم تاريخية عشان أقيم الأداء الحالي أو المستقبلي، وبالتالي هاي راح يكون في عندي إيش أداء غير سريع من تقييم إيش الرقابة أو فرض رقابة وتقييم كفاءة أداء العاملين داخل إيش الشركة. طبعا أضف إلى ذلك أن التكاليف التاريخية لا تراعي التغييرات أو التحسينات التي طرت على طرق الإنتاج في السنة الجارية بالمعايير التاريخية لنتائج غير سليمة، نظرا لأن ظروف الإنتاج في السنة الجارية تختلف عن ظروفه في السنة أو السنوات السابقة. أحيانا بيصير عندي داخل الشركات فيما يتعلق بنحكي هون في الشركات الصناعية أنه بداية بداية إنشاء كل شركة بيكون في عندي إيش بيكون عندي مستوى العاملين ليس لديهم المهارة الكافية، أو أحيانا بيكون تطور عندي إيش أساليب إيش ليش عملية الإنتاج داخل الشركة. كيف يعني؟ إنه بيكون عندي أنا بستند في فترات سابقة أنا مستند إلى عمل يدوية، لكن أثناء الزمن أو أثناء العمل استخدمت إيش آلات، استخدمت إيش الأتمتة داخل الشركة، فبالحالة هاي أنا زدت الإنتاجية بشكل كبير، قللت القدر الهدر أو الإسراف، صار عندي إيش أداء أفضل. فبالحالة هاي ما بقدر أقارن بيانات تاريخية إيش بالقيم الحالية لأنه صار عندي تغيرات وتحسينات إيش على الإنتاج، وبالتالي هاي راح يكون في عندي مشكلة إيش وليس مؤشرا جيدا أو صحيحا عن كفاءة الأداء داخل الشركة، لأن أداء الماضي يكون عادة أداء ضعيفا أكثر منه أداء جيدا، والمعيار الماضي يعد أكثر تساهلا من المعيار الواقعي الذي يمكن تحقيقه غالبا. وبالتالي على الرغم من تقدم الأساليب الرياضية والإحصائية في مجال تقييم التكاليف التاريخية للفترات السابقة في محاولة تنقية هذه التكاليف من عوامل الإسراف والهدر وتخليصها من آثار الظروف الطارئة بهدف تحسين جودتها، وبالتالي تحسين جودة المعايير التاريخية بحيث لا يمكن لهذه المعايير أن توفر الطمأنينة الكافية للحكم على تكاليف وكفاءة أداء الفترة الجارية. ومع ذلك لا زالت معايير التاريخية مطبقة في المنشآت الصغيرة، السبب نظرا لسهولة إعدادها واستخدامها ولعدم توفر الكادر الفني المتخصص اللازم واستخدام نظام علمي متكامل نظام التكاليف المعيارية. اللي بصير أحيانا عند داخل الشركات تستخدم هذا الأسلوب وهو الأسلوب النظام التكاليف التاريخية، إنه إيش أنا مش بحاجة إن أعمل دراسات جديدة، مش بحاجة إن أدفع مبالغ جدا جوز أحيانا تكون كبيرة في عملية تقييم أو إنشاء معايير معينة داخل الشركة من أجل تقييم عملية الأداء، أو أحيانا بيكون أنا بحاجة إيش إلى أنظمة محاسبية معقدة أو أنظمة إلكترونية عشان أتابع عملية إيش الأداء داخل الشركة. فأحيانا في بعض الشركات وخاصة الصغيرة اللي ما عندها القدرة أن تتعامل مع هاي الأنظمة الحديثة تلجأ لاستخدام البيانات التاريخية في عملية الرقابة. النوع الآخر من المعايير هو يسمى المعايير النظرية أو المثالية. تعبر هذه المعايير عن مستوى أداء يمكن تحقيقه في ظل أفضل الظروف الإنتاجية، وتعد هذه المعايير على أساس أو تعد هذه المعايير على أساس أفضل الأسعار للمواد والعمل والمستلزمات الأخرى وأكبر كمية من الإنتاج باستخدام أفضل التجهيزات والمعدات المتوفرة وبأقصى كفاءة. فاليد العاملة وفق هذه المعايير تعمل باستمرار دون ضياع الوقت أو تكرار في العمل، وجميع حركات العاملين مرشدة فنيا، وكذلك تستخدم المواد بصورة اقتصادية ولا مجال لهدر أو إسراف أو تلف. أما الآلات والتجهيزات الإنتاجية فتستثمر بصورة مثالية دون توقف. وفقا لذلك تعبر التكاليف المعيارية النظرية عن أفضل الشروط الإنتاجية لتحقق الحد الأدنى للتكاليف، ولكن تبقى هذه المعايير كالحلم بشيء مرغوب فيه لكنه بعيد المنال. ومع ذلك تطبق التكاليف المعيارية النظرية في بعض المنشآت اعتقادا من الإدارة بأنها تحث العاملين على رفع إنتاجيتهم ودفع عجلة الإنتاج الأمام، رغم إدراك هذه الإدارة مسبقا بتعثر تحقيق هذا المستوى المعيار المطلوب. ومن ناحية أخرى فقد يؤدي استخدام هذا النوع من التكاليف المعيارية إلى نتائج عكسية نظرا لعدم اقتناع العاملين بهذه المعايير النظرية الموضوعة وتقاعسهم عن تنفيذها. نجي نحكي عن نظام المعايير النظرية أو المثالية. هي تمثل أفضل معايير
أو مجموعة من القواعد اللي تمثل أفضل استخدام لمصادر الشركة أو لموارد الشركة بشكل كامل، أيث من حيث أنه أستخدم يكون عندي أفضل أسعار المواد المشتراة بالإضافة أجور مناسبة أو منخفضة التكلفة، استخدام البرمجيات أو استخدام التجهيزات والمعدات، استغلال الطاقة القصوى للمصنع، المحاولة إيش تقليل الهدر أو الإسراف أو التلف. أي بمعنى أنه أحيانا بيكون في عندي داخل عملية إنتاجية، لو على سبيل المثال في بعض الشركات المتعلقة إيش في صناعة الألبان، أحيانا اللي بصير عندي أثناء عملية المعالجة بيصير عندي فاقد، وهذا فاقد بيكون أحيانا طبيعي نتيجة المعالجة، لكن في بعض المعايير أنا بستخدمها أو بفرضها أنه بحاول أقلل قدر الإمكان، لكن في بعض الحالات لا يمكن تجنب هاي إيش العمليات الفاقد نتيجة عمليات المعالجة. فبالحالة هاي بتفترض أن المعايير النظرية أنه يكون عندي أفضل أداء أفضل إنتاج، لكن في بعض الدراسات الأجنبية وجدت أنه أحيانا إذا بحط معايير جدا عالية راح ينعكس كأداء سلبي على إيش العاملين، أي بمعنى أنه لا يمكن تحقيق هاي النتائج، وبالتالي راح يكون في عند العاملين نظرية أو أسلوب معين بيقول لك أنه أنا لا يمكن تحقيق هذا الأداء، فبصير في حالة من عدم الاكتراث أو محاولة عدم تحقيق هاي المعايير من أجل إثبات عكس ما توقعه الإدارة، وهاي من بعض النتائج توصلتها لبعض الدراسات الأجنبية. النوع الآخر وهو أفضل معايير وسمى المعايير الواقعية، أي تمثل الواقع. هذه تمثل هذه المعايير هدفا يمكن تحقيقه في ظروف الإنتاج الكفؤ، وهذه المعايير ليست سهلة الملاء لكن يمكن بلوغها بشيء من الجهد ومتابعة سير العملية الإنتاجية بصورة مستمرة. وينحصر الفارق الأساس بين المعايير الواقعية والمعايير النظرية بأن المعايير الواقعية تعترف بمسموحات المواد واليد العامل والآلات وتقبل بها في الحدود الطبيعية الموضوع لها مقدما. إنه المعايير الواقعية بتأخذ بعين الاعتبار إنه أحيانا أثناء عملية إنتاجية راح يكون في عندي إيش فاقد، وأحيانا في المعايير أو في نظام التكاليف دائما لازم يكون في عندي فاقد في بعض عمليات الإنتاجية. أي بمعنى على سبيل المثال في عمليات صناعة المواد الغذائية أثناء عمليات صناعة على سبيل المثال صناعة الأثاث بيكون عندي نوع معين من نشارة الخشب، هاي بتكون فاقد، لكن هاي العمليات بتكون عند الفاقد نتيجة إيش عمليات المعالجة أثناء عملية التصنيع. كيف إنه في نظام المعايير المثالية بتفترض إنه ما في عندي على سبيل المثال بيكون ما بيكون في عندي فاقد، بالحالة هاي بحاول إيش يقلل قدر الإمكان، لكن أحيانا أثناء عملية إنتاجية بيكون في عندي فاقد، واللي بتأخذه بعين الاعتبار المعايير الواقعية، فبتوازن بين إيش بين المعايير النظرية أو المثالية وبالإضافة إيش المعايير الواقعية، فالواقعية إيش تعطي إيش قدر الإمكان أفضل الأساليب وتكون إيش منسجمة مع أداء إيش العاملين وسير العاملين الإنتاجية داخل الشركة. وعليه تكون التكلفة المعيارية الواقعية أعلى من التكلفة المعيارية النظرية، إلا أن هذا لا يعني عدم حدوث انحرافات سالبة عند تطبيق المعايير الواقعية، لأن هذه المعايير تعد أساسا لمستوى لا يمكن للعاملين تحقيقه دون بذل الجهد وتحسين كفاءة أدائهم، ولذلك تبنى سياسة إعداد المعايير الواقعية على أنهم الأفضل في حالة الشك اختيار معايير متشددة بدلا من المعايير السهلة. ومع ذلك يجب أن تعد المعايير الواقعية بشكل يرضي القائمين على التنفيذ ويعتبرونها قابلة للتحقيق في شروط العمل الجدي، وعند تطبيق المعايير الواقعية تكون الانحرافات غالبا سالبة أكثر مما تكون موجبة، ونتيجة لذلك يمكن القول بأن المعايير الواقعية هي أفضل معايير لتنفيذ الرقابة المنهجية على التكاليف. وتقضي عملية إعداد المعايير الواعية القيام بالبحوث والدراسات العلمية والميدانية لكل سلعة أو عملية إنتاجية بهدف إنشاء مجموعة مواصفات أو شروط أو كميات لكل عنصر مع عناصر الإنتاج أو التكلفة، وتقر الإدارة هذه المجموعة كتعليمات ملزمة للمسؤولين المختصين. فمثلا عند إعداد معايير إنتاج سلعة معينة يجب تحديد وإقرار سير العمليات الإنتاجية لهذه السلعة ودراسة وتقسيم كل عملية إنتاجية إلى أجزائها ودراسة الزمن وترشيد حركات تنفيذ هذه الأجزاء، بحيث تستخرج في النهاية مجموعة الخطوات المعيارية التي وجدت في البحث والتجربة أنها أفضل خطوات لتحقيق إنتاج السلعة المطلوبة فنيا واقتصاديا. طبعا هنا هون نحكي إيش عن معايير واقعية، زي ما حكينا أنها هي تعتبر من أفضل المعايير لتنفيذ الرقابة المنهجية على التكاليف.
طيب نحكي هون إيش كمان؟ في نقطة مهمة إنه دائما عملية إعداد المعايير لازم تستند إيش دراسات علمية وبناء دراسات فنية وميدانية. طيب إذا نستذكر في مادة تكاليف واحد إنه في عندك شركة كانت روبنسون أجاها أمر إنتاجي إنها تصنع آلة متخصصة في صناعة إيش نوع معين من الآلات، فكانت عندهم على سبيل المثال إنه الشركة هاي ما كانت عندها أي فكرة عن هذا المنتج، كانت أول مرة بتشتغل بنظام بناء على أوامر إنتاجية، فالشركة قامت بتحليل ودراسة الأجزاء المكونة منها وإمكانية صنعها، فبالتالي هي عمليات التكاليف المعيارية تستند إلى معايير، أي بمعنى لازم أقوم بدراسة التكاليف، أي بمعنى المواد والأجور وتكاليف التخزين، جميع التكاليف المتعلقة في العملية الإنتاجية أو بسموها إيش manufacturing cost، لحتى أحتسب قديش التكلفة الصحيحة للمنتج وأستند عليها، أي بمعنى أن المنتج بيكلفني مواد وأجور وتكاليف صناعية غير مباشرة بقيمة 50 دينار، هاي بفترض أنها قيمة معيارية، وبشوف لما أجي أطبق العملية الإنتاجية بشوف شو راح يصير عندي اختلافات، هل عندي انحراف إيجابي أو سلبي. فبالحالة هاي ويجب أن نتفق على نقطة معينة أن عملية إعداد المعايير الواقعية يجب أن تكون عملية مستمرة، أي بمعنى لا يمكن عملها لمرة واحدة والانتهاء منها، أي بمعنى أنها تستند إلى إيش إلى عمليات مراجعة، لأنه في بعض المواد تتغير إيش بناء على فترات زمنية مختلفة. على سبيل المثال لما نيجي نحكي عن الشركات المتخصصة في صناعة البتروكيماويات، يعني الشركات الكيميائية، فبتيجي هاي الشركات المواد الخام تستند إلها تستند إيش على أسعار النفط العالمية، فببعض الأحيان أنا بحسب مثال بقوم بشراء مواد خام بتكون إلى سعر مختلف من فترة إلى فترة، فبالحالة هاي عملية أسعار المواد بتتغير. كمان الأجور في حالة لما يصير عند التضخم التكاليف الصناعية غير مباشرة أحيانا بصير في عندي إيش بتتغير هاي التكاليف من فترة إلى أخرى، وعليه يجب أن يقوم أو تتم عملية مراجعة المعايير الواقعية بشكل مستمر حتى تتناسب إيش مع الواقع الفعلي، ويمكن في المحصلة حصر أو عملية فرض رقابة على الأداء الفعلي اللي بيحدث عندي خلال الفترة زمنية معينة. كمان كما تعني معايرة تكلفة إنتاج هذه السلعة إقرار مجموعة من بنود التكاليف المعيارية كميا وسعريا التي يثبت بالدراسة والبحث أنها تكفي تماما لمقابلة احتياجات إنتاج هذه السلعة في شكلها النهائي من عناصر إنتاج. وهذا تقوم المنشآت الكبيرة التي تطبق المعايير الواقعية بإصدار لائحة للإجراءات المعيارية خاصة بكل جانب من جوانب النشاط الإنتاجي، وتبين هذه اللائحة خط سير العملية الإنتاجية منذ بدايتها إلى نهايتها وتحقيق النتائج المقررة لها خطوة بخطوة مع تحديد المسؤول عن كل خطوة من هذه الخطوات. اللي بصير عندي داخل الشركات وخاصة لما يكون في عندي إيش بيكون عندي مراحل عملية إنتاجية بناء بالاستناد إلى نظام الأوامر أو نظام المراحل، أحيانا أقوم بعملية فصل إيش المراحل العملية الإنتاجية، وخاصة في الشركات الكبيرة الشركات بتكون في عندها أقسام مختلفة، فعندك شركات على سبيل المثال شركات السيارات، عندك قسم التجميع، عندك على سبيل المثال قسم الطلاء، عندك قسم الاختبارات، قسم التسويق، فبتلاقي عندك إيش مجموعة من الأقسام، وبيكون لكل قسم إيش له معايير، أي بمعنى إنه عملية تصنيع السيارة الأجزاء المرحلة الأولى تستغرق على سبيل المثال تستغرق ساعتين أو 3 ساعات، إذا صار في عندي انحراف راح ترتفع الأجور عندي إيش لتكلفة السيارة، فبالحالة هاي بيكون في عندي إيش معايير لهذا القسم بما يتناسب، وبفرض عليها كمان جانب مهم هو إيش المسؤولية، محاسبة المسؤولية الأشخاص اللي بيكون مسؤولين في حال صار عندي انحرافات بدون برر الانحرافات، وزي ما حكينا في المحاضرات السابقة أحيانا بيكون في عندي انحرافات إرادية وفي عندي انحرافات لا إرادية، أي بمعنى بيكون يمكن التحكم بها أو لا يمكن التحكم بها، وبالتالي تعتبر المعايير الواقعية أفضل معايير خدمة للإدارة بحيث أنها تراعي هذه المعايير عند إعدادها كافة الجوانب العلمية والفنية والواقعية لظروف النشاط الإنتاجي في تاريخ سريانها. فالمعايير المتعلقة بكفاءة الآلات والتجهيزات تعد على ضوء الإمكانيات الفنية والهندسية المستقبلية لهذه الآلات والتجهيزات والمعايير الخاصة بكفاءة اليد العاملة بحيث تراعي الظروف المستقبلية المحيطة بالعمل والمؤهلات الفنية للعمال واحتياجاتهم الشخصية. أما المعايير الخاصة بالمواد فإنها تراعي الظروف المستقبلية لطبيعة هذه المواد والعملية الإنتاجية والمسموحات الطبيعية التي تؤثر على الكمية المستخدمة من هذه المواد. طبعا لكي تتصف المعايير الواقعية
يجب أن تتضمن المسموحات الطبيعية التالية: مسموحات المواد، مسموحات العمل البشري، ومسموحات العمل الآلي. شو يعني؟ اللي بصير عندي مسموحات المواد هي تعبر عن كمية المواد التي يسمح بتلفها أو فقدها، كما تحتمها طبيعة كل من العملية الإنتاجية والمواد ذاتها والعمل. لنفترض أن الشركة بتقوم، نفترض على شركة المصفات الأردنية، شركة بتقوم بإيش؟ بعملية تكرير النفط من أجور من أجل حصول إيش؟ على مشتقات النفطية. هسه اللي بصير عندي أنه عمليات على سبيل المثال استيراد إيش؟ المادة الخام من الخارج، عمليات نقلها من إيش؟ من منطقة العقبة إلى مصفات الأردنية في الزرقاء. أثناء عملية النقل بصير عندي إيش؟ تبخر اللي بصير عندي، هذا يعتبر فاقد. أثناء عملية المعالجة لهاي المادة النفطية بنتج عندي إيش؟ منتجات متعددة، وأحيانا بيظهر عندي مادة بتكون إيش؟ ما لها قيم بيعية أو بتكون قيمة بيعية منخفضة، وأحيانا بيكون في عندي تالف أثناء عملية المعالجة. على سبيل المثال الصناعات المتخصصة في صناعة الأوراق أو الكاسات الورقية، اللي بيصير عندي بتكون هي عبارة عن ألواح متعددة، أو على سبيل المثال بتكون على شكل رول كبير من المادة الخام من الورق، وأثناء عملية تصنيع الكاسات بصير عندي فاقد، وهذا الفاقد بيكون إيش؟ طبيعي. فبالتالي يجب أن تراعي المعايير الواقعية مسموحات المواد. كمان على سبيل المثال أثناء عمليات صناعة المواد الألبان أو مشتقات الحليب، اللي بصير عندي إيش؟ عمليات معالج لهذه المواد، إنه بصير عمليات انسكاب، عمليات تبخر أثناء المعالجة، فبتقل الكمية، فبالتالي هاي تسمى إيش؟ مسموحات. لازم يكون في عندي مسموحات مواد. لكن في نقطة معينة مهمة لازم نراعي إيش؟ ضمن معايير محددة، لكن مش يكون عندي الفاقد بشكل كبير، بالحالة هاي تعتبر خسائر وبحملها إيش؟ تكاليف فترة. عندي مسموحات العمل البشري وتعبر عن الزمن الذي يسمح للعمل بضيائه، إما بسبب ظروف العمل المحيطة بعمله أو بسبب الطبيعة البشرية ذاتها. وقد تشمل هذه المسموحات أيضا زمن الوحدات التالفة أو المعيبة من وحدات الإنتاج الخاصة، خاصة إذا كان العامل جديدا في عمله أو كانت العملية الإنتاجية جديدة عليه. أي بمعنى أنه أحيانا أنا بقوم عملية إنتاجية استخدمت المواد الأولية، بدي أقوم بشخص بقوم بعملية تصنيع هاي المواد أو تجميع هاي الأجزاء. فبالحالة هاي الزمن المعياري على سبيل المثال بيكون مدة الإنجاز هذا العمل ساعة. اللي بصير عندي إيش؟ أنه بيكون الشخص ما عنده المهارة الكافية في بداية عمله، أو العملية الإنتاجية بتكون جديدة إيش على الشركة، فبصير إيش عندي مسموحات العمل البشري، بصير عندي فاقد. بالحالة هاي العمل الإنتاجي بدل ما يأخذ ساعة فعلياً بأخذ عندي قاعد قد إيش؟ ساعة وربع أو ساعة ونص. إذا بالحالة صار في عندي انحراف، لكن بعين الاعتبار إنه تكون في عندي إيش ضمن المعايير المقبولة، لكن بعد هيك تعتبر خسائر. مسموحات العمل الآلي وهي متعلقة إيش بالآلات. أحيانا بصير عندي توقف الآلات بشكل مفاجئ، إما عملية الإعداد أو الصيانة أو التنظيف أو نتيجة عطل أصابها. وقد تشمل هذه المسموحات أيضا زمن الوحدات التالفة من الإنتاج التي تحدث مثلا عند بدء تشغيل الآلة أو عند إيقافها. أحيانا أنا لما أقوم في عملية إنتاجية جديدة أحيانا بصير إيش؟ بقوم بعملية تجربة لهاي الآلات عشان أتأكد أنه بتكون بعملية تصنيع بشكل جيد أو بكون في إيش؟ في عندي مشاكل في عملية الإنتاجية. هذا الإنتاج يعتبر من مسموحات العمل الآلي. أو أثناء عملية إيقاف الآلة بصير إيش؟ أحيانا خلل إيش في الوحدات المنتجة. كمان في عندي نوع آخر مسموه مسموحات التكلفة، وتعبر عن الكميات أو القيم التي يسمح بإضافتها إلى كميات العناصر الإنتاجية غير مباشرة أو قيمتها. وتنشأ هذه المسموحات عادة على شكل حدود هامشية تحيط بالتكلفة المعيارية لهذه العناصر. وعلى ذلك يجب أن تتضمن المعايير المسموحات الطبيعية أو العادية السابقة حتى تتصف بالواقعية، وحتى يقبلها المسؤولين عن التنفيذ ويستطيعون بذل الجهد من أجل تحقيقها. أما إذا خلت هذه المعايير منها تحولت إلى معايير مثالية لا يتوقع المسؤولون عن تنفيذ مع بذل الجهد تحقيقها، وبالتالي راح يرفضوا العملية هاي أو يرفضوا بالتالي قبولها، وعليه تستطيع الإدارة لا تستطيع الإدارة اعتمادها كمقياس الحكم عليهم وعلى كفاءة أدائهم، فهي لا تصلح لمحاسبة المسؤولية. إذن دائما حتى يكون عندي معايير واقعية تمثل الواقع الفعلي للمنشأة يجب إيش؟ أخذ بعين الاعتبار المسموحات حدثنا عنها، وتكون المعايير إيش؟ واقعية يمكن تطبيقها على أرض الواقع مع بذل جد إيش؟ بذل مزيد من الجهد. لكن إذا تجاهلت هاي المسموحات
وما أخذت بعين الاعتبار طبيعة نشاط الشركة، راح أصير عندي هاي المعايير معايير مثالية، وبالتالي ما راح يكون في إيش عملية تطبيق لها، وراح يكون دائما في عندي انحراف، وراح تغيب عندي إيش المساءلة. طيب عملية إعداد المعايير وصفاتها. تبين لنا فيما سبق وجود خلاف في الرأي حول تعريف التكاليف المعيارية وتحديد نوع المعيار الأكثر ملائم للتطبيق، إلا أن هناك اتفاق شبه عام على أن التكاليف المعيارية تحدد مقدما بناء على دراسات علمية وتجارب معملية، وبذلك يعرف المعيار بأنه قياس أو تقييم للشيء المعاير بعد القيام بدراسة فنية واقتصادية له ومراعاة الظروف المحيطة به، ومع ذلك يجب وضع الظروف المعيار أو وضع المعيار باستمرار موضع التجربة والاختيار والاختبار للتأكد من صحة المواصفات ودقتها. عملية إعداد المعايير وصفاتها. تبين لنا فيما سبق وجود خلاف في الرأي حول تعريف التكاليف المعيارية وتحديد نوع المعيار الأكثر ملائم للتطبيق، إلا أن هناك اتفاقا شبه عام على أن التكاليف المعيارية تحدد مقدما بناء على دراسات علمية وتجارب معملية، وبذلك يمكن تعريف المعيار بأنه قياس أو تقييم للشيء المعاير بعد القيام بدراسة فنية واقتصادية له ومراعاة الظروف المحيطة به، ومع ذلك يجب وضع المعيار باستمرار موضع التجربة والاختبار للتأكد من صحة المواصفات ودقتها ومطابقتها للظروف السائدة، ومتى تم إعداد المعيار وجب الالتزام به إلى أن تستجد ظروف أو أوضاع تستدعي تعديله. وبالتالي وعادة تقع مسؤولية إعداد المعايير على لجنة خاصة تضم ممثلين عن إدارة الإنتاج والهندسة داخل الشركة، محاسبة التكاليف، وإدارة الأفراد والعاملين القائمين على التنفيذ كله في موقع عمله. وتقوم هذه اللجنة أولا بإعداد المعايير الكمية الطبيعية لجميع عناصر الإنتاج من مواد ويد عاملة وتكاليف غير مباشرة، وذلك لاستناد لدراسات فنية لمواصفات المنتجات ودراسات هندسية للعملية الإنتاجية ودراسات عملية تجريبية للوقت والحركة. وبعد انتهاء اللجنة من إعداد المعايير الكمية تبدأ إدارة محاسبة التكاليف. ثانيا بعد الانتهاء من عملية إعداد المعايير الكمية، أي بمعنى أنه بقوم أنا باحتساب قديش بدي مواد في العملية الإنتاجية، قديش بدي أجور، بحيث أنه قديش الزمن المستغرق لتنفيذ كل عملية إنتاجية أو الإنتاج لكل قطعة أو لكل منتج. بالحالة هاي بتوصل بحط المواصفات الفنية، بيصير عندي إيش إعداد معايير كمية، بعدين بتقوم محاسبة التكاليف بتسعير هاي إيش التكاليف. ثانيا تجميع المعايير السعرية لمعدلات أجور مختلف فئات العاملين. حكينا عن المواد، نجي إيش على الأجور، ونشوف العاملين اللي بيشتغلوا. أحيانا بيكون في عندك عمالة ماهرة وعمالة غير ماهرة، وبتكون إيش التكاليف أو أجور العمال بتكون مختلفة من فئة إلى فئة، خاصة إيش لما يكون عندك رواتب المشرفين، أشخاص مختصين في صناعة بعض القطع، إذا بحالة بتكون أجورهم مختلفة، لأن ساعات العمل على هاي القطع بتكون أحيانا مختلفة إيش عن ساعات العمل أو المهارة المطلوبة لإنتاج هذا المنتج. وبالتالي ثم نقوم بعد ذلك بتحويل المعايير الكمية إلى تكاليف معيارية باستخراج نتيجة جدال المعيار الكمي بالمعيار السعري، ورح أتطرق لها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وغني على البيان أن قبول الأفراد القائمين على التنفيذ للمعايير المعدة كمقياس لتقييم أداء ومحاسبتهم والحكم عليهم يعد شرطا أساسيا وضروريا لنجاح نظام التكاليف المعيارية، إذ يدفعهم هذا القبول إلى الالتزام بهذه المعايير وللتعاون فيما بينهم ولتضافر جهودهم لتحقيقها. لذلك لا يكتفي بالنصح بل وجوب مشاركة القائمين على التنفيذ عند إعداد المعايير الكمية، لأن مهمة تنفيذ هذه المعايير مناط بهم ويحاسبون على انحرافاتهم عنها. دائما نأخذ بعين الاعتبار أفضل الأشخاص اللي بيساعدونا في عمليات الرقابة بشكل عام الأشخاص القائمين على أداء الواجبات. يعني أفضل شخص اللي بيقوم في عملية على سبيل المثال تجميع قطعة معينة هو الشخص بيقدر يقول لك قديش الوقت المستغرق لتنفيذ هذا العمل،
إذا بالحالة هي يجب إشراك جميع الفئات أو المستويات الإدارية داخل الشركة في عملية إيش إعداد المعايير من أجل إيش يمكن تطبيقها في المستقبل. أي بمعنى مش من المنطق إن أقوم باستخدام شخص آخر ما عنده الدراية عن العملية الإنتاجية وأستخدم البيانات اللي بعطيني إياها عشان أقوم في إيش في وضعها كمعايير من أجل تقييم الأداء. بالحالة راح يكون في عندي خلل. إذا بالحالة بدي أجي على الشخص المختص وأسأله قديش الوقت المستغرق لتنفيذ هذا العمل الإنتاجي، قديش بدي من المواد، شو بدي من المهارة، كيف يمكن تنفيذ هذا العمل بطريقة يمكن توفر عليه تكاليف في المستقبل. إذا أفضل شخص يقوم في عملية إعداد المعايير هم الأشخاص القائمين على أداء إيش الأعمال. طيب صفات المعيار الناجح. يتوقف نجاح نظام التكاليف المعيارية على مدى النجاح في إعداد معايير واقعية دقيقة تتناسب مع مواصفات عناصر الإنتاج ومع الظروف الخاصة بالعملية الإنتاجية. ولعل أهم شروط أو صفات الواجب توفرها في المعيار الناجح، أولا الواقعية، دائما هي من أهم النقاط المتعلقة إيش في صفات المعيار الناجح، وهي أن تتصف بالمعيار بالواقعية، أي أن يكون اقتصاديا وسهل التطبيق من ناحية، وأن يراعي ظروف الإنتاج والظروف المحيطة بالمنشأة أثناء تطبيقه من ناحية أخرى. ولا ينبغي أن يعبر المعيار عن مثل أعلى بافتراض ظروف خالية من التوقف والأعطال العادية والوحدات التالفة، بل أن يجب أن يأخذ بالاعتبار إمكانية وقابلية تحقيقه، وهذا لا يتأتى إلا إذا تضمن المعيار أوجه الضياع الطبيعي في المواد واليد العاملة والتجهيزات الآلية والطاقة الإنتاجية بصورة عامة. ويجب أن يراعي المعيار كافة مظاهر الضياع الحتمي اللا إرادي. وهكذا فإن صفة الواقعية في إعداد المعايير تعد بحق أهم صفة تساعد على قبول ونجاح نظام التكاليف المعيارية، أي بمعنى أنه تكون إيش مثل الواقع، يكون في عندي إيش طريقة يمكن اقتصاديا سهل التطبيق، ما يكون في عندي إيش ظروف إنتاجية خارج إيش أو خارج عن نشاط المنشأة، أو إيش ما المنشأة ما عندها القدرة تتحكم فيها. على سبيل المثال خلال الأزمة الحالية، بالحالة هاي صار في عندي إيش في خلل في العملية الإنتاجية، إذا بالحالة أنا مش قادر أستغل الطاقة الأمثل أو الطاقة القصوى للمنشآت أو المصانع بسبب إيش تقليل عدد العاملين في المصانع. بالحالة هاي صار في عندي إيش مشاكل، فما بقدر أستند إلى بيانات سابقة وأقول أقارن العام 2018 مع 2020 أو 2016 مع 2020 لأنه كانت السنة الماضية مختلفة. إذا بالحالة هاي حكينا أن المعايير الواقعية يجب أن تعدل بشكل مستمر وتكون إيش خاضعة إيش للظروف المحيطة بالمنشأة. كمان يجب أخذ بعين الاعتبار الضياع الحتمي أو الانحرافات أو إيش المسموحات بالنزل أثناء عملية إنتاجية، مسموحات مواد وأجور والعمل الآلي، وبالإضافة انحرافات أو مسموحات التكلفة. وبالتالي إذا أخذنا بعين الاعتبار جميع هاي العوامل راح يكون عندي معيار واقعي يمكن تطبيقه، وبالتالي إيش يستند إيش إلى بيانات يمكن حكم عليها أو يمكن الحكم على أداء الشركة في المستقبل. كمان من المعايير المشاركة والاقتناع. من ضروري اقتناع أو اقتناع المشرفين والقائمين على التنفيذ بالمعايير الموضوعة حتى تكون هذه المعايير مقبولة منهم ومحل ثقتهم، لأنهم سيكونون المسؤولين عن تقييدهم بهذه المعايير وانحرافات أدائهم عنها. لذلك فمن الضروري مشاركة جميع المستويات الإدارية المعنية، العمال، رؤساء الورش، المشرفون على التنفيذ، رؤساء الأقسام الإنتاجية في إعداد المعايير وإبداء الرأي حولها قبل صدورها كوامر إدارية ملزمة. إذا بالحالة هاي المشاركة والاقتناع أو الاقتناع، بالحالة هاي يجب أن يقوم جميع العاملين داخل الشركة بعملية صياغة إيش المعايير من أجل إيش يمكن إمكانية تطبيقها في المستقبل. زي ما حكينا مش من المنطق أن يقوم باستدعاء شخص من خارج الشركة بوضع معايير ليس له عنده أي دراية عنها ويقوم بوضعها من أجل إيش عملية مراقبة الأداء، لكن يجب أن نقوم بعملية استشارة جميع المستويات الإدارية داخل الشركة عن عملية تنفيذ هذا الأداء. يعني على سبيل المثال ما راح ألاقي شخص أفضل من شخص بقوم بعملية تصنيع هذا المنتج. يعني الشخص نجار بيشتغل داخل الشركة بيقوم بعملية تصنيع الطاولات أو الأثاث المنزلي، هو الشخص المؤهل إني أسأله عن عملية إيش الوقت المستغرق والكميات المواد المستخدمة. إيش المشرفين بسألهم عن الوقت المستغرق إذا صار في عندي انحرافات، ويمكن يعطوني على سبيل المثال متوسط ليش ساعات عمل الآلات أو ساعات عمل العاملين داخل الشركة وعدد الوحدات المنتجة. إذا بالحالة إذا قمت بإشراك
جميع المستويات الإدارية داخل الشركة راح ينعكس بالحالة هاي إيش على إمكانية تطبيق الأداء. ودائما في الدراسات الحديثة إن مشاركة المستويات الإدارية داخل الشركة في عمليات صنع القرار يساعد إيش في تعزيز الولاء التنظيمي داخل الشركة. أي بمعنى إذا بقوم المدير أو الشخص المسؤول باستشارة الأشخاص في المستويات الإدارية المختلفة على سبيل المثال إدارة الدنيا والوسطى والعليا في صياغة القرارات، بالحالة هي راح ينعكس إيش ولائهم التنظيم، أي بمعنى راح ينعكس على أدائهم وراح يحسن من إيش أدائهم بشكل أكبر، لأنه الشخص راح ينظر بهذا الموضوع إنه هو الشخص القائم بالصياغة أو بصنع هذا القرار، فبالتالي راح يقوم بعملية بذل الجهد من أجل تحقيق هاي المعايير. بالإضافة الوضوح والفهم، من الضروري أن تكون المعايير الموضوعة واضحة لكل من سيتولى تطبيقها مفهوما، وأن لا تحتمل الالتباس أو التأويل أو التفسير. فعند تحديد المواصفات المعيارية للمواد المستخدمة لا يكتفي مثلا بذكر أن يكون المعدن قاسيا، بل يجب أن تحديد درجة القساوة حسب المواصفات الفنية والهندسية المعروفة في علم الخواص المواد. ويلجأ الفنيون والمحاسبون كما هو معروف إلى تصنيف جميع مواد المخزون السلعي وفق دليل رقمي معين، فيعطى رقم معين لكل صنف من أصناف المواد، بحيث يتم تحريك هذه الأصناف إدخالا إلى المخزن وإخراجا منه وفق الرقم المحدد، وبذلك يزول أي التباس أو غموض ويقلل احتمال الخطأ. وبالمقابل يتعين ذكر أرقام الأصناف على لائحة المواصفات المعيارية لجميع المواد المستخدمة في إنتاج معين حتى يسهل سحبها من المخزن في حين الحاجة إليها. إذن في النقطة الثالثة من المعايير الناجحة، من مواصفات المعايير الناجحة، الوضوح والفهم، أي بمعنى أنه لما نقوم بعملية وضع المعايير يجب أن لا تحتمل إيش اللبس، أي بمعنى أن يجب أن لا يتم تفسيرها بأكثر من طريقة، أن تكون واضحة بشكل إيش لكل شخص سيقوم بتطبيقها. كمان في عندي في جانب متعلق في المحاسبة أو في المخزون، دائما لكل مادة أو لكل سلعة موجودة داخل المستودعات في إشي بسموه بطاقة صنف. بطاقة الصنف بيكون لكل مادة رقم متسلسل بيحتوي المواصفات الفنية لهاي المادة بالإضافة الكميات سعر أو نقطة إعادة الطلب لهذا المنتج، إذا بيحتوي على هاي جميع البيانات. لكن حاليا راح تكون هاي البيانات عبارة إيش صارت إلكترونيا، كانت زمان عبارة عن ورقيا وتكون مرفقة في كل إيش مادة. بالحالة هاي أنا لما أقوم بعملية استدعاء المنتج بناء على سبيل المثال على باركود معين، على سبيل المثال داخل الشركات الكبيرة وخاصة على سبيل المثال نيجي نحكي عن المولات أو الشركات اللي بتقوم ببيع المنتجات الغذائية، كيف بصل في عندهم على سبيل المثال لمين؟ على سبيل المثال يكون على أحد الرفوف بيكون مادة غذائية معينة، لما يصل عندي على سبيل المثال حد معين من هذا المنتج على الرفوف يوم بكون مربوطة في المخازن بتم إشعار أو إرسال طلب من خلال السيستم إلى مسؤول المخازن أو الشخص المسؤول بتزويد هذه الرفوف. لكن لما يصل المخزون إلى حد معين على سبيل المثال أقل من 100 وحدة بيسموها نقطة إعادة الطلب، أي ببعث مسج للإدارة أنه يجب شراء مواد جديدة من هذا المنتج لأنه المخزون الموجود اللي عندي يكفي على سبيل المثال إلى 100 يوم أو 50 يوم أو 20 يوم، فبيسموها نقطة إعادة الطلب. فبالحالة هاي بتكون كل النقاط هاي موجودة إيش في بطاقة الصنف لهاي المادة. طيب ليش بتهمني أنا؟ على سبيل المثال أنا بدي أقوم بتصنيع جزء معين من الهياكل المعدنية، الهياكل المعدنية بستخدم بإيش؟ معدن، المعدن بيكون إيش؟ إله درجات إيش؟ قساوة. على سبيل المثال في الصناعات الإنشائية، الصناعات الخرسانة أو المادة الخرسانية بيكون إلها مواصفات بتتحمل إيش؟ درجات مختلفة. إذا بالحالة هاي حتى لا يحدث لبس في عملية إيش؟ الإنتاج، وبتكون العملية واضحة وما في عندي أي مشاكل في المستقبل. النقطة الرابعة الثبات النسبي، من الضروري أن يكون المعيار ثابتا لأطول مدة ممكنة حتى يمكن استخدامه كمقياس الحكم على فترات متعددة لو مقارنة أعمال هذه الفترات. لذلك يفضل عدم تعديل المعايير إلا إذا حدثت ظروف جديدة واتضح أن هذه الظروف سوف تستمر لمدة طويلة، كاستخدام نوع جديد من الآلات يؤدي إلى خفض الكميات المواد المستخدمة في الإنتاج أو خفض تكلفة العمل أو صدور تشريعات جديدة بزيادة الأجور أو خفض ساعات العمل. دائما نقطة من المهمة الثبات النسبي، يجب الثبات من أجل عمليات المقارنة. وسنحكي على سبيل المثال في معايير المحاسبة الدولية،
من المعايير وإيش القابلية للمقارنة. أنا ما بقدر أستخدم كل يوم معيار مختلف أو طريقة مختلفة في على سبيل المثال في تقييم المخزون، لازم يكون عندي سياسة ثابتة إلا إذا دعت التشريعات إن أستخدم تشريعات أو أستخدم طرق مختلفة. إذن بالحالة هاي يجب يكون عندي المعيار ثابت لأطول مدة ممكنة، إلا إذا سجد إن قمت باستبدال على سبيل المثال عمالة الآلية اليدوية بعمالة آلية، أي باستخدمت الآلات بشكل كبير. بالحالة هاي راح أقوم بعملية تعديل المعايير بما يتناسب إيش مع الآلات الجديدة اللي استخدمتها. مش من المنطقة أستخدم شخص على سبيل المثال أو أستخدم معايير مستند للأشخاص وقارنها إيش بالعمل الآلي، راح يكون إيش الاختلاف جدا كبير. الآلات تقدر تعمل الآلات فترات طويلة، بالحالة ما راح يكون في عندي هدر، راح يكون في عندي إيش تحقيق أقصى قدر ممكن إيش من الأداء. وبالتالي لا شك يتوقف طول فترة استخدام المعايير دون تعديل على الظروف المحيطة بالإنتاج وبعناصر الإنتاج وتكلفتها على المنشأة والتي تؤثر على مجريات الأمور فيها. وبالتالي جرى العرف بين المنشآت على إعادة النظر في المعايير مرة في بداية كل دورة مالية، فتعدل المعايير التي استخدمت في الدورة الماضية بما ينتظر أو سجد أو يحدث في الدورة القادمة، وتكمن ميزة تعديل المعايير وفق الواقع المنتظر للدورة القادمة التي سوف تسري فيها هذه المعايير، بأن تصبح حتى المقارنة بهذه المعايير والنتائج الفعلي لهذه الدورة سليمة، وبالتالي تكون الرقابة على التكليف سليمة أيضا، ويقوم الحكم على المسؤولين أكثر عدلا وصوابا. إذا بالحالة هاي أحيانا بتقعد معي سنة مالية أو سنة واحدة أو دورة مالية على أثرها بقوم بتعديل المعايير بما يتناسب إيش مع التحديات التي حدثت داخل إيش خلال فترة زمنية محددة. إلى هون تنتهي محاضرتنا، شكرا لكم على حسن الاستماع.